السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير يا شباب. كالعادة أقول لكم أكن لكم كل الاحترام والتقدير يا متابعين الأعزاء، وشكرا لكم على دعمكم المستمر، وأخوكم الصغير وخدامكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح نظل معاكم مستمرين في تنزيل المقاطع أول بأول إن شاء الله. طبعا في الكومنتات واحد سأل سؤال جدا جميل لدرجة أني عشان عيونه سويت له هذا المقطع السريع. طبعا يا أخي قال كيا كتنزل جديدة اللي هي الفيس ليفت اللي هي 2020 أو 2021 على حسب ما توصل أسواقنا السعودية بهذا الموديل. قال يا أخي إذا الآن الطبلون إذا ما صار يدوي عداد زي زمان بحكم أنها بتصير كلها إلكترونية، طب ما راح تخرب مع المطبات مع الحفر؟ طبعا أقول له هنا يا غالي الشاشة أكيد يدارس الموضوع هذا. طبعا أكيد الشاشة الوسطية هذه اللي بتكون كلها إلكترونية، طبعا الشاشة بتكون إلكترونية طبعا مثل الشاشة هذه شاشة كم إنش تقريبا؟ خلينا نقول مثلا من 3 إلى 4 إنش حجم الشاشة الصغيرة هذه الشاشة برضو رقمية، ليش ما خربت طيب مع مطبات الحفر؟ عملية الشاشة هذه مجرد شاشة مثبتة في قاعدة قوية جدا بحيثك مع المطبات مع الحفر ما راح تضرها، زي الشاشة اللي في النص هذه حقة الزينة مثلا، أو زي الشاشة اللي تجي من الوكالة كلها لمس، هل قد خربت؟ ما راح تخرب طبعا أكيد بحكم أنها مثبتة في قاعدة كويسة. فالإلكترونية هذه بالعكس في سيارات أودي موجودة من لها 3 أو 4 سنوات وعملية وجدا شغالة. خلينا أقرب مثال الفورد القرب مركيز اللي يجيك مواصفات أمريكي ما هو عداد إلكتروني كله كامل إلكتروني، شوف بحكم كم موديله من سنة 98 إلى الآن ما شاء الله شغال. فهذا الدليل أكبر دليل يثبت أن هذه الشاشات الإلكترونية عملية، بالعكس لو أنها ما هي عملية ما كان حطوها في السيارات الكورية، بالعكس هذه تجربة جدا جميلة بحيث تعطيك شاشة أجمل مواصفات أحسن دقة ألوان جميلة يحسسوك بطابع الفخم، بخصوص أن الجماعة الكوريين كما عودونا أنها دائما تعطيك مواصفات أجمل، وضع الدرايف مثلا السبورت بلون، الإيكو بلون، الكومفورت بلون، فهذه كلها بالعكس تعطيك مواصفات أجمل ودقة وضوح أجمل بحيث أنك تسوق سيارة جميلة وكل شيء مقابل المال في الأول وفي الأخير. وبشكل عام السيارات الكورية تحسنت ما شاء الله تبارك الله. فبالعكس هذه الآن الشركات الآن اللي صارت تميل إليها، الآن صارت كلها الآن عداد إلكتروني زي ما حصل في السوناتا 2020 صارت كلها إلكترونية. الآن الأزيرة الآن الجديدة اللي راح تنزل إن شاء الله الفيس ليفت 2020 بأسواق الكورية وتوصل على أسواقنا على أساس أنها موديل 2021 إن شاء الله بعد كم شهر برضو بتنزل بشاشة إلكترونية. فخلاص الآن صارت الشركات كلها صارت تحط الآن شاشات إلكترونية زي سيارة برضو سيارة الهايبرد برضو التويوتا أو سيارة الهايبرد من هونداي اللي موجودة برا كلها إلكترونية الآن ما شاء الله كلها الآن صارت شاشات الآن. فهذه الشركات صارت تنحاز لها وعملية جدا وكويسة. أوكي تاج راسي، فهذا هو اللي كان يسأل بخصوص لو كانت عداد إلكتروني هل تخرب؟ نقول لا يا غالي لا تخرب ولا شيء، ومثبتة في قاعدة قوية أصلا داخل الديكور حق السيارة من بلده ولا تخرب ولا شيء بحكم السيارات اللي موجودة من قبل، السيارات الفارة اللي سبقتها ما شاء الله تبارك الله مثل الأودي والسيارات الثانية اللي والسيارات الهايبرد زي سيارات التسلا كلها ما شاء الله آيباد كامل الآن، والسيارة هذه الآن السيارة الآن صارت منافسة شرسة، والهونداي والجماعة الكوريين بدأوا الآن يطبقوه في السوناتا والكي 900 والجي 90 إن شاء الله الموديل الحديث اللي راح ينزل إن شاء الله عما قريب. فأعلمهم هذا كان الجواب بخصوص اللي كان يسأل يا أخوان، ولا تنسوني من صالح دعائكم وتذكروا دائما أكن لكم كل الاحترام والتقدير يا متابعين الأعزاء.